です。はい。おっしゃهل تعلم ماذا حصل؟ ما تراه أمامك هو روبوت وأسرع من قام بحل لعبة مكعب روبيك ب0.3 ثانية، أي يعني بالزمن رفة العين. لعبة مكعب روبيك هي لعبة معقدة وتحتاج إلى تفكير مدروس للوصول إلى الحل الصحيح. يتكون المكعب من مجموعة من المكعبات الملونة التي يجب ترتيبها بحيث يتم تطابق الألوان مع كل وجه من وجوه المكعب، فكل حركة تقوم بها في المكعب ستؤثر على ترتيب القطع الأخرى وقد تبعدك عن الحل الصحيح. لذلك يتطلب اللاعب بمكعب روبيك تركيزا وتخطيطا دقيقا للخطوات المقبلة، ولذلك حل هذه اللعبة بهذا الزمن القياسي عن طريق روبوت يعد أمرا جنونيا. الروبوت الذي قام بحل لغز المكعب هو روبوت ياباني طور في شركة ميتسوبيشي اليابانية من قبل 5 مهندسين. يتميز الروبوت بقدرته الخارقة على التعرف على الألوان بسرعة وبدقة عالية. فبعد أن قام بحل لغز المكعب بهذه السرعة حطم رقم قياسي في موسوعة جينيز متفوقا على الروبوتات السابقة. طبعا اخترعت هذه اللعبة أو المكعب في عام 1974، سمي في بداية اختراعه بالمكعب السحري، وتعتبر أيضا من الألغاز الأعلى مبيعا في العالم بسبب شهرتها الواسعة. فمن ذلك الوقت بدأت تظهر مسابقات ومنافسات عالمية، والمسابقة هي من يجد حلا لمكعب روبيك في أقصر وقت ممكن. ففي عام 1982 أقيمت بطولة عالمية وكان الفائز الأول هو الإنجليزي جوري فورشي بزمن 38 ثانية. بدأت تزداد المنافسات سنويا لمعرفة من سيجد حلا للغز المكعب في وقت أقصر ويتفوق على الفائز السابق، ولا يزال هذا السباق مستمر حتى عام 2023. ففي عام 2023 قام شاب أمريكي يدعى ماكس بارك بتحطيم الرقم القياسي لحل لغز المكعب ب3.13، وإلى الآن يعتبر هو الشخص الأسرع في العالم بحل هذا اللغز. ومن جهة أخرى بدأت تظهر مسابقات للمكعب لكن بشكل مختلف قليلا، منها مثلا حل المكعب مع صوب العينين، حل المكعب تحت الماء ولا يخرج المتسابق إلا بعد حل اللغز، حل المكعب باستخدام يد واحدة، حل المكعب باستخدام القدم وغيرها. ولو عدنا إلى الروبوت وقارنا بين سرعة الإنسان بحل لغز مكعب روبيك وبين الروبوت، الروبوت قام بحل اللغز ب0.3 ثانية، وأسرع شخص في العالم قام بحل اللغز ب3.13 ثانية. سنجد أن الروبوت متفوقا على الإنسان بعشرة أضعاف، أي يعني بفارق كبير جدا. لكن السؤال الذي يراودني، شركات وروبوتات ومهندسين ومختصين ومطورين ومنافسة شرسة بين صناع الروبوتات فقط لحل لغز تافه وبطريقة أسرع، وما الفائدة الحقيقية إن تم حل اللغز بجزء من الثانية أو حتى بساعة كاملة؟ هل سيتغير شيء في هذا العالم؟ أرى أحيانا أن الإنسان يضع قدراته ومواهبه وذكائه في المكان الخطأ أو في أشياء ليس منها أي فائدة. شكرا على المشاهدة.